يتمكن من وضع الكرة في الشباك بشكل مميز، وبالتالي ثاني أهداف هذه المواجهة. طريقة جميلة ودخول داخل منطقة العمليات، ثم شاهدونا ارتباك على مستوى الخط الدفاعي وانهزام تام للحارس. بالتالي كيجي هدف من محمد الحاج اللي تمكن من وضع الكرة شباك. الأكيد أنه محمد فاخر سيكون سعيد بهذا الهدف لعب.